بكم كيف ما كنتوا وين ما كنتوا، ومرحبا بكم على قناتي كويزين ألفة. واللي مازال ما اشتركش اشترك حالا ويلا معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الهريسه العربي التونسيه. هي فيها يمكن ثلاثه اربعه طرق، انا اخترنا طريقه سهله كالعاده من ماما تعلمتها. طريقه سهله برشا، ما تقولوليش بيك ما تعملش عوله وما عوله، على خاطر قداش من مره نعملوا نحيوا هكلي بالرحام تاعنا الحديد العاديه ونعملوه كعابر وبالزيت، وما نعرفش علاش شي شهرين ثلاثة شهور من بعد يقراصلي ولا يصوف لي، ما فهمتهاش علاش. ولينا عملنا الطريقه هذيا نتاع فرشكه نقولوا نحنا، واسرع واسهل. ناخذ كيما هكا تقريبا 20 قرن ولا اقل شويه، ونفخهم في ماء مدة ربع ساعة. القرون شايحين يبداو، يبداو عندك على طول عام يقدروا ما يصير لهم شيء، يبداو شايحين. نفخهم في الماء ربع ساعة أربع دراج، ماء دافية مش ماء بارد، ونصفيهم ونخلي منهم شوية ماء، سينو كانوا حار صفي الماء كل ما تخلي حتى طرف. وبعد نحطوهم في دابوزة بلار وإلا في أي حاجة يعني خاصة بالميكسور بلونجون بتاعك جات معاها ولا حاجة بلاستيك، لا ماذا بيكم على خاطر الفلفل يصبغ على البلاستيك. كان باللار سينو اعملوا حاجه هكا كيما انا عملت دابوزه هكا، وحطيت فيها القرون الفلفل نتاعي وشويه من الماء هذاك باش نجم يطرحالي بيان سور، وملح، وحطيت سنه ثومه، سنه ثوم اكها ما حطيتش برشا مع الكميه هذيا باش ما بدليش المطعم نتاع الهريسه نتاعي. مثلا كي باش نطيب حاجه ما تستحقش فيها ثوم وكرويه من بعد تمصات لك الحاجه هذيك. نحطوا شويه اكت باش هكا يعطيني شويه فيه هك شويه مش برشا في الهريسه نتاعي، ونكمل نرحيهم بشويه بشويه خاطر ميكسور بلونجون والماء شويه ماهيش معناها جو هي باش يمشي معانا ونحطوه الكل، او نحطهم على دفعتين مثلا باش يسهل لي عمليه الرحي نتاعو. هوني نزيد شويه ملح وشويه اخر كرويه ونعاود نكملوا نرحيهم. ومن بعد شنو نعملوا؟ انا الزيت ما نحطوش راني من الاول، ما نرحيش بالزيت خاطر هو شنو الهريسه باش تصبر لنا بالزيت، انا ما نرحيش بالزيت على خاطر يبدل لنا اللون نتاع الهريسه نتاعنا. جربت قبل رحيت بالزيت طول معناها نربح في وقتكم كوا يا اخي، ولا لي روز لونه يتبدل كوم يم لونه. انا باش نكمل نرحي من هنا وبعد نحط الزيت نتاعي بكميه باهيه. به هوني عندي الفلفل الشاح نتاعي حار على الاخر، باش نعمل له يعني باش نحي الحروريه، عندي بنتي صغيره ما تنجمش تاكل الحار وكل. شعملت رحيت له هنا كيما هكا ليزي، نفخته في الماء ونحيت له الماء نتاعو هذاك اللي كان قصت له الحروريه، نحيت له الزراعه نتاعو هذاك من قبل، ورحيته هوني يقوم كيما قلنا في الماء وباش نغرقه بالزيت. اللي فات غرقته بالزيت راهو ما عادش فيه حتى هكا شويه توزويز، اما ما عادش فيه حروريه كيما بتاع قبل. قبل راني نحط قرن شايح كي نرميها في المرقه طول هكاك ما تتاكلش المرقه من كثره الحروريه. كي عملت الطريقه هذيا الحق مشيت معايا على الاخر، وليت ديما هكا نستغل خاطر شريت وقلت باش نلوحو حار على الاخر جاني بالحق ما يتاكلش. يا اخي مشى الحق صافا كي عملته هكا، والله هاي الثانيه هذه دابوزه ثانيه، الاخرى قعدت لي شهرين وهذه هاي دابوزه ثانيه وتراوه راهو هكا شويه، اما كي باش نزيدوه الزيت راه باش يتضاعف الحجم نتاعو. والزيت معروف يبرد الحروريه، وكيما تراو هكا وسعت بالي للي ترحاب لكدا باش يقعد لي فيه طروف صغيره. هذاك اش نحبو في الهريسه العربي نحنا بتاعنا، ما نحبوهش تجي معجون، هذاك علاش نرحيها بالميكسور بلونجون. وتنجمو ترحيوها بالبلندر بالروبو الاخر العادي نتاع الجو سموثي، عادي ترحيوها كيما قلت لكم بالملح والكرويه والثوم بلاش زيت، شويه ماء اكاها مش برشا. لو فيت فوت في الماء زيد شويه قرون فلفل اخرين، واذا جاك شايح زيد شويه ماء اكها، اما ما تخليش يجيك جاري برشا. وكان يابس ماهوش باش يطرحالك بالكدا باش يقعدوا طروفو كبار برشا. كيما تراو هكا قاعده نصب في كميه هامه من الزيت ونخلط مليح، ومن بعد باش نعمل باش نفرغو انا من الدبوزه هذيك باش نحطو في واحده اخرى في بول اخرى صغيره هكا. ومن بعد الدبوزه هذيك باش نغسلها بالماء السخون، نغسلها مليح بالماء السخون ومن بعد نعبي فيها الهريسه، ومن بعد نصب الزيت تقريبا نقولوا احنا نخليه صباع هكا واحد سنتيمتر زيت ولا اكثر شويه فوقها، هذاك يمنع وصول الهواء والرطوبه للهريسه نتاعنا وهكاك تصبر لنا. معناها كل ما نجبدوا منها مغرفه ونرجعوا المغرفه ما يلزمكمش تكونوا حاطينها في فمكم ولا في ماكله اخرى، المغرفه لازم تكون نظيفه ما فيهاش بكتيريا، تعبيو منها معناها الهريسه وترجعوها وتصبر لكم في الفريجيدير. بالطبيعه تحطوها وتسكروها بابي سيلوفان وبالغطاء نتاعها وما يصير لها حتى شيء، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.
واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك توا بالضغط على زر سابوني وزر الإشعار باش يوصلوا جديدنا. وإذا عجبكم الفيديو جيم وبارتاج، ونستنى تعليقاتكم، وبإذن الله في حلقة جديدة وفيديو جديد وأفكار جديدة. وبسلامة.